في شأن آخر، أصدر الرئيس الفلسطيني محمود عباس مرسوماً بتمديد حالة الطوارئ 30 يوماً ابتداء من اليوم لمواجهة استمرار تفشي فيروس كورونا. يأتي هذا بعد ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا في الأراضي الفلسطينية إلى 4250 إصابة، وسجلت محافظة الخليل 412 إصابة بالفيروس خلال 24 ساعة، وهي الأعلى منذ بدء انتشار الجائحة. وقالت وزيرة الصحة الفلسطينية مي كيلي إن الوضع الوبائي في محافظة الخليل خرج على السيطرة مع تزايد أعداد المصابين. ومن رام الله مباشرة تنضم إلينا مراسلتنا يارا العملي. أهلا بك يارا. إذن الخليل الآن في عين الحدث، هل من إجراءات حكومية اتخذت من أجل طبعا هذا العزل الذي فرض على الخليل بعد خروج الوضع فيها عن السيطرة أو على السيطرة في مواجهة وباء كورونا؟ طبعا نعم وسام، ليس بعد، وإنما يعني هناك إغلاق شامل تشهد الضفة الغربية من بينها مدينة الخليل. الوفد الوزاري الذي تقرر زيارته لمدينة الخليل جنوب الضفة الغربية والمكون من 4 وزراء من بينهم وزيرة الصحة وصلوا صباح اليوم إلى مدينة الخليل، وسوف يجتمعون في تمام 4 عصرا بالتوقيت المحلي لدراسة مواجهة انتشار فيروس كورونا بعد أن عاد وتفشى من جديد تحديدا في مدينة الخليل. اليوم سجلت 208 إصابات من بينها 185 إصابة في مدينة الخليل، ليرتفع عدد الإصابات في الضفة الغربية منذ بدء انتشار الفيروس إلى 4458 إصابة، من بينها كما جاء في بيان وزارة الصحة الفلسطينية هناك 11 حالة حرجة، وقد سجل أيضا 19 حالة وفاة مصابة بفيروس كورونا. وزيرة الصحة الفلسطينية قالت إنها سوف ترفع توصياتها بتمديد فترة الإغلاق التي بدأت يوم الجمعة وسوف تنتهي مساء الثلاثاء. واليوم أيضا الرئيس الفلسطيني محمود عباس كان قد أعلن تمديد حالة الطوارئ لـ30 يوما. وردا على ذلك الناطق باسم وزارة الداخلية غسان نمر قال بأنه تمديد فترة الإغلاق من عدمه تحدد التقارير الحالة الوبائية التي سوف يرفعها الوفد الوزاري للحكومة الفلسطينية التي سوف تجتمع غدا الاثنين لدراسة الوضع، وبالتالي ربما سوف يتم تمديد حالة الطوارئ في الإغلاق في مدن الضفة الغربية. ربما سوف تغلق فقط مدينة الخليل ويمنع التنقل بين المحافظات وليس كافة المحافظات من داخلها، إذ أن الوضع الاقتصادي لم يعد يحتمل مزيدا من الإغلاق. وكل ذلك يتحدد غدا في جلسة الحكومة الفلسطينية في مدينة رام الله وبناء على تقارير الحالة الوبائية. وسام، سنبقى في متابعة لهذا الأمر. شكرا جزيلا لك يارا العملي مراسلتنا، كنت معنا مباشرة من رام الله.